أهلا بكم في موجز أخبار الآن في دقيقة. وفيه مناورات أمريكية كورية جنوبية تنذر بسيناريو مرعب لكوريا الشمالية، وقاذفات أمريكية من الطراز B-1 لانسر ستحلق فوق شبه الجزيرة الكورية، وموسكو مستعدة لممارسة نفوذها على بيونغ يانغ. وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقول إن تصرفات إيرانية تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة معاقبتها على دورها في اليمن وفي سوريا. السلطات الأمنية في بريطانيا تحبط مؤامرة إرهابية لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا مي. وفي أخبار الاقتصاد، ارتفعت عملة بيتكوين الافتراضية إلى ما يقارب 12,000 دولار في أعلى مستوى سعري لها على الإطلاق. أما في دبي فتنطلق فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي مساء في دورته 14، يتنافس خلالها 140 فيلما على مدار 8 أيام من 6 إلى 13 من ديسمبر الجاري.